ما عودناكم مشاهدينا بكل أسبوع في عنا رحلة على المطابخ العالمية. بحلقة اليوم رحلتنا على بلد مطبخها هو مزيج من المطابخ الآسيوية. الشيف جوزيف اليوم حيعرفنا على بعض أسرار المطبخ السنغافوري. سنغافورة يا شيف؟ سنغافورة اليوم. أوكي. أكل آسيوي أكيد المطابخ من حلقات المطابخ العالمية. فنحن عملنا بالمطابق آسيوية حتشوف فيك تتشابه. أوكي. بس المطبخ السنغافورة بحد ذاته شوي مزيج من كل هالمطابخ اللي هو هندي، ماليزي، هونغ كونغ، تايلاندي، صيني. فعنده كتير فليفرز حتشوفيها مطعمات مستعملة تقريبا بكل المطابخ، حتى في تأثير عربي بقلبه من خلال السفر. مظبوط. فلذلك بيستعمل حتى بيحكوا عربي يعني بسنغافوري بعتقد في محلات يعني في اللغه العربيه هيك قريت. فاليوم اول طبق حنعمله هو حيكون عباره عن سمك فيش كاري. عاده بيستعملوا الهد يعني بس الراس سمك. انا هستعمل راس كامله. سمكه كامله بيستعملوا. هي شفتها انا بماليزيا كثير. في عندك الفيش الهد فيش الفيش هد كاري. طب شو بياكلوا بالراس يا شيخ؟ اكيد بيكون راس كبير. فالراس عطوا بالخدود في كتير سمك في كتير لحمة، وبالراس من فوق محل ما بقصه بيبقى في لحمة بالراس كتير. أوكي. بيستعملوها بالكاري. أوكي. هنبلش بأول طبق. هناخد أول شيء السمك. بالبلاد العربية ممكن نعمل أطباق نحنا ناكل بس راس السمك شاف؟ نحنا بناكل راس السمك المقلي. ايه مقلي بيكون بقرمش وراس صغير يعني 100%. والسمك المشوية عطول الراس بتعرفي الأم عطول بتحب ابنها بتشلوا الخدود تبعها بتعطيه هون فهنا اطيب شقفه بالسمكه هي الخد. طبعا اطيب شقفه اطرى شقفه لانه اوكي ومدهنه كثير وطيبه كثير.